حاضر. ازيك يا سعاد؟ لا مؤاخذة، أصل مفيش حد. طب ده كويس عشان ناخد راحتنا في الكلام. هو في حاجة ولا إيه؟ طب ما تيجي تقعدي، مش هاخد من وقتك كتير. أنا سبق قبل كده وصرحتك بموضوع الجواز، وأنا قلت لك إني على ذمة راجل. مادام على ذمة راجل كنت بتعمل إيه مع الظابط؟ عاوز أقول لك على حاجة بقى من الآخر يا سعاد، الظابط ده ما يستاهلكيش ولا يوسف جوزك يستاهلك. أنت محتاجة راجل يحميكي، يكون لك ظهر وسند ويعرف يصرف عليكي. هي بيعه وشروه يا معلم؟ الصراحه بيعه وشروه. ادام هي كده بقى يبقى من حقي اختار اللي يشتريني. عاوزه تفهميني ان المزاد رئيسي على حضره الظابط؟ ولا هو ولا غيره. شرفتنا يا معلم، معلش كان بودي بس المزاد خلص. لا لسه، اتفرجي على الفيديو ده يا سعاد هيعجبك قوي. فكرة لكن ممكن أبلغ عنه وألبسه البدلة الحمراء بعد ما قتل حضرة الظابط، لكن ما خلصنيش أيتم الواد الصغير. يوسف هيبعتلك ورقتك، فكري يا بنت الناس معايا هتكسب يا سعاد. محدش هيبقى لك في الدنيا دي كلها غيري أنا برنس، محدش هيحميك من جوزك يوسف غيري أنا. مهرك 250 زي الثلاثة اللي قبلك. سلام.